تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا الكيس ديسكشن على الكاردياك بيشنت فور نون كاردياك سيرج. تمام، هنبدا ازاي. الاول عايز اعرف ازاي ادي سيف اناسيزيا، يعني ايه ادي سيف اناسيزيا للعيان، هاو تو ميك سيف اناسيزيا. انا في ال WHO عملوا WHO سيفتي تشيك ليست مخصوص عشان موضوع ان انا ادي سيف اناسيزيا، ان انا ابقى بي شور ان انا ادي السيرجري الكوريكت سيرجري فور كوريكت بيشنت. يعني ما دخلش عيان اعمل له عمليه غلط مثلا او سايت غلط، يعني انا عيان داخل يعمل في الرايت لور ليمب او عامله له اوبريشن في الليفت لور ليمب، انا قبل ما اجي ادي نيرف بلوك مثلا للرايت او مديها للليفت غلط، فعشان الفولت ده ان يقللوا منه عملوا دبليو اتش او سيفتي تشيك ليست. دي مهمه جدا قبل العيان ما يدخل العمليات، اول لما يدخل اون تيبل، قبل ما نبدا السكين انسيجن، قبل ما العيان يخرج من العمليات، لازم حاجات كده نعملها وهنقولها دلوقتي ايه هي الدبليو اتش او سيفتي تشيك ليست. اهم حاجه كلنا تو بوت ان مايند او اف وي ار ان ترابل اسك فور هيلب. مش كبير على حد ان انا اطلب ان انا مساعده من اللي حواليا في السيترز، الحقوني انا في حاله بسرعه حد يجي يساعد معايا، حاله بتقرست، حاله كومبليكيتد، حاله مش عارفه اتعامل معاها، لازم اسك فور هيلب. دونت بانيك، اولويز ريمبر اي بي سي، اير واي بريزنج سيركيليشن. انا حصلت معايا اي مشكله في اي شيء، اي بي سي، اير واي بريزنج سيركيليشن، ده الاهم. اولويز هاف بلان بي، دايما نيفر اسيوم، ما اعملش افتراضات وكلام من ده، لا انا عندي عيان اسيسد الاير واي لقيته مثلا مودريت ديفيكالتي في الانتيوبيشن او في الاير واي مانجمنت بتاعه، لازم احضر بلان بي معايا، وان انا لو كانت انتيوبيت كانت فنتليت مثلا لازم افعل الابروتش على طول، السيرجيكال ابروتش او الابروتش بتاع كانت انتيوبيت كانت فنتليت، لازم ابقى حاطط السيناريو ان ماي مايند. اي عيان بعمل له انتيوبيشن اسيس الاير واي، اشوف النك موبيليتي، اتاكد ان العيان كان انتيوبيت وكان فنتليت، وانا ماسك الماسك واشوف النك سيركمفرنس واشوف العيان عنده بيرد مش عارفه ايه، ده ممكن ديفيكلت ماسك فنتليشن، لازم ابقى ده ان ماي مايند، احضر ستيلت تيوب، ديفرنت سايز تيوب، سوبرا جلوتيك ديفايس، كل ده ما فيش حاجه اسمها اسيوم افترق، وما فيش، لازم بلان بي موجود. بي اتنشن تو ديتيلز، لازم اخد هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن كويس جدا. بريبير اند دونت رش، انا ما استعجلش، احضر حاجتي براحتي، احضر الميديكيشن بتاعتي، ليبل الميديكيشن ماشي، ريد النوت، لازم اقرا الفايل بتاع العيان كويس جدا، الميديكيشن اخر مره اتوقفت امتى، لو ماشي على انتي كوجلانت، لو ماشي على دايوريتكس اتوقفت امتى، واخدها اخر مره امتى، عشان الفوليوم تشينج معايا في والهيمودايناميك تشينج معايا في الاوبريشن. الاوبريشن الدراجز بتاع عيان هايبرتنسيف اخذ البيتا بلوكر الصبح ولا لا، الفاستنج اور، لازم ادور على الديتيلز كويس جدا. اسس البيشنت بيرسونالي، انا نفسي اللي اسس البيشنت، مش هبعت حد تاني، انا اللي هنيم، يبقى انا اللي لازم ابص على البيشنت بتاعي. تمام، ما ببصش على التذكره لوحدها، انا ما باسس لاب، يعني انا ما ببصش على اللاب بتاع العيان واقول اه فيت فور اناسيزيا نوت فيت فور، لا انا لازم اللاب مع الحاله بتاعتها، الحاله دي اسس الجنرال كونديشن بتاع البيشنت والتشيك الاير واي، دراج الرجي، اي هايبر سنسيتيفيتي، اي اناسيتك تكنيك حصل قبل كده، كومبليكيشن في اي اناسيتك تكنيك اخده قبل كده، خلاص يبقى لازم اسس البيشنت بيرسونال، انا بنفسي اللي اسس. تشيك الدراج والاباريتس، لازم تشيك الاناسيزيا ماشين، مش مسموح ان انا اجي انيم وابدا ادي سيديشن وابدا مش عارفه ايه واجي واحط تيوب واحط مصر ريلاكسنت وتيوب واجي اوصل بالفنت الاقي الفنت بيعلق او بتاع، لا لازم في تشيك الاناسيزيا ماشين قبلها، وتشيك الدراج بتاعي كلها موجوده وانا اللي حللها بنفسي. الدبل تشيك ده مهم جدا، لازم النيرس بتجيب لي الميديكيشن وانا اللي حلها بنفسي، يبقى في عينين شافت الميديكيشن، عين التمريض وعيني انا كمان. خلاص، نيفر ليف الانستايز بيشنت ان اتندد، يعني انا عمري انيم الحاله، كانوا بيعلموها لنا كده، لو نيمت الحاله يا انت تنامي يا العيان ينام، مفيش حاجه اسمها انتوا اتنين تناموا، وانس ان نيمت الحاله لازم انت تصحصحي جنب الحاله. تمام، وين فنتليتنج تشيك الشيست از موفينج، لما احط العيان على فنت لازم اتاكد الشيست موف، عيني على طول على الشيست موفمنت، ان في شيست موفمنت مع الفنتليشن. هايبوتنشن نيد اكسبلانيشن، مفيش حاجه اسمها العيان بقى هايبوتنسيف مني واسيبه كده ما ادورش، لازم ادور على الكوز. فيلت انتيوبيشن فنتليت اند اوكسجينيت، لو العيان انا مش عارف اعمل تيوب امسك ماسك واوكسجينيت، العيان ما بيموتش من الفيلد انتيوبيشن، العيان بيموت من الفيلد اوكسجينيشن،
انا مش قادره اوصل له اكسجين، مش قادره احط له تيوب. لا، في بدائل كتير جدا للانتيوبيشن سوبروجلوتيك ديفايس. امسك ماسك فنتيليشن وانتين الاكسجينيشن، ده اهم عندي من ان انا احط التيوب. تمام. ولو حطيت التيوب وانا داوت، زي ما بيقولوا في جمله كده احنا حافظينها بنقولها اف ان داوت تيك ات اوت، لو انا شاكه ان التيوب دي مش ان شيلها، ما تسمحش التايم الهايبوكسي. تمام. اف ان داوت تيك ات اوت. ولازم ابقى ان مايند ان الانستيزيا والسيرجن كلنا سيم تيم، ولازم اعرف الليمت بتاعي. تمام كده. طب ال WHO تشيك ليست بقى اللي احنا قلنا عليها، في حاجات بتتعمل قبل الاندكشن اوف الانستيزيا، حاجات بيفور السكين انسيجن، حاجات تتعمل بيفور البيشنت ليف الاوبريتنج روم. ساين ان، تايم اوت، ساين اوت. الساين ان اول قبل العين دخل السيتر، قبل ما ابدا الاندكشن بتاع الانستيزيا بتاعي، ايه المهم اللي انا اعمله؟ ان انا على الاقل نيرس والانستيسيولوجيست تشيك البيشنت، وان البيشنت يبقى بيه كونفيرمد بالايدنتيتي بتاع البيشنت، مش بالنمبر بتاع التذكره، لا بالايدنتيتي بتاع البيشنت، النيم والسايت بتاع السيرجري، البروسيدور اللي هيتعمل له، ان العيان مضى الكونسنت بتاعه ولا لا. كل ده لازم تبي تشيكت انا والنيرس، مع النيرس اتليست وان نيرس وان انستيسيولوجيست. السايت بتاع الاوبريشن لازم يبقى ماركد يس او نوت. ماشي. يعني اتشيك العين هيعمل حاجه في اللور لمب مثلا، اليمين ولا الشمال، ولازم السايت بتاع الاوبريشن بيتعمل له مارك قبل الاوبريشن عشان افويد الفولتي اوبريشن، ان انا اعمل في فولت سايت او انذر سايت غير اللي متحدد له الاوبريشن. الانستيزيا سيفتي تشيكد وكومبليتد، اللي هي الدراجز والسيفتي بتاع والتشيك الماشين بتاعنا. البلس اوكسيمتر لازم يبقى فانكشنينج واون ومحطوط على العيان، متوصل بالعيان. ولازم تشيك ان البيشنت هاف الرجي نون الرجي من حاجه معينه ولا لا، وبتشيك عليها او لا، واكتب ايه الدراج الرجي اللي موجود او الالرجي من حاجه معينه، ان في انتسيبيتد ديفيكالت اير واي مانجمنت او ريسك اوف اسبيريشن موجود ولا لا. ولو موجود لازم الاكويبمنت بتاعه تبقى محضراها جنبي، لو مثلا ديفيكالت اير واي حضرت ديفرنت سايز تيوب ستيلت لارينجال ماسك، ابقى عامله ان مايند ان انا ممكن اعمل كريكو سيرودوتومي. تمام. لو ريسك اوف اسبيريشن ابقى سيلكس مانوفر وانا بعمل اندكشن الشفاط جاهز جنبي. لو في انتسيبيتد بلاد لوس، لو في بلاد لوس عندي في العمليه اللي انا هعملها اكتر من 500 مللي او 7 مللي بر كيلو جرام في الاطفال ولا لا، ولو موجوده يبقى لازم احط اي في لاين كويس، 2 اي في لاين على الاقل. ولو العين هيعمل هاي ريسك سيرجري يبقى احط السنترال لاين، واحضر الفلويدز بتاعي كويسه اللي انا هعملها، الكريستالويد او كولويد بلاد بليتليت بلازما احضرها، ولازم تبقى كلها وورم. ده الساين ان اللي هو ايه، بيفور اندكشن اوف اناسيزيا، قبل ما اجي ناحيه العيان او ابدا اناسيزيا. طب انا عملت اندكشن الاناسيزيا قبل ما اعمل سكين انسيجن، اسمها تايم اوت. بعمل ايه؟ انا والجراح والنيرس لازم كونفيرم التيم ممبر، كلنا كل واحد يكونفيرم هيم سيلف باي نيم والرول بتاعه، انا كذا كذا واستشاري كذا وبعمل في كذا وانا كذا وجراح جهاز هضمي وانا تمريض مش عارفه ايه ومسؤول عن كذا. لازم فيربالي كونفيرم النيم والرول. السيرجن والانستيزيا والنيرس لازم كونفيرم فيربالي برضو تاني بعد ما عملناه ساين ان، هنعمله في التايم اوت برضو، البيشنت، النيم، السايت بتاع الاوبريشن والبروسيدور اللي هيتعمل له ايه، واي كريتيكال انتسيبيتد كريتيكال ايفنت. يعني العيان بالنسبه للجراح لازم انا ابقى عارفه ويفسر لي التايم بتاع الاوبريشن ده هتاخد تايم قد ايه، ساعه في رينج ساعه، ساعه ونص، ساعتين، عشان ابقى عارفه البلان بتاع الانستيزيا بتاعي. الانتسيبيتد بلاد لوس، الاوبريشن دي بالنسبه لي بلادي، كل ده لازم بيتحدد قبل ما ابدا الاوبريشن. بالنسبه للانستيزيا لازم ابقى عارفه لو في بيشنت سبيسيفيك كونسيرن، يعني انا مثلا لو هنيم لابروسكوبيك وحاله كارديك، انا لازم ابقى متفقه مع الجراح قبلها ان لا البيشنت ده كارديك، اللابروسكوبيك وزياده الانترا ابدومينال بريشر ده هياثر عندي على السيرجري، ممكن على الهيمودايناميك بتاع العيان، ممكن في اي لحظه اقول لك نبدا ديفليشن للابدومين او تمبوراري ديفليشن او لا معلش انا في لحظه هقول لك ستوب اصلا لابروسكوبك خالص هنقلب اوبن. تمام. لازم ده كله يبقى بيني وبين الجراح قبل الاوبريشن. النيرس برضو بتاكد الكونفيرم الاستريليتي بتاع العيان والاكويبمنت بتاعها والتاولز والحاجات بتاعها.
خلاص اي لازم اأكد ان الانتي بايوتيك اتاخد 60 مينت وزن 60 مينت قبل السكين انسيجن. يعني انا معايا من اول السكين انسيجن لازم الانتي بايوتيك يتاخد، انتي بايوتيك بروفلاكسز لازم يتاخد قبل السكين انسيجن ولحد 60 مينت بري اوبرتيف اقدر ادي الانتي بايوتيك بروفلاكسز. ولو انا هحتاج معايا جوه في العمليات ايمجينج يعني سونار او سي ارم مثلا، لازم اتاكد ان هو اون فانكشنينج وكويس وشغال، مش برضو مش اكسبتد ان انا نايم العيان واحط تيوب واودي سباينال او ايبيديورال وبعد كده ابص الاقي السي ارم عطلان ااجل الحاله. طب ما بقى ايه ازاي؟ طب احنا ما عملناش تشيك ده بري اوبرتيف ازاي؟ يبقى ده لازم اي ايمجينج لازم تو بي تشيكد في التايم اوت اللي هو بيفور سكين انسيجن. خلصنا العمليه وخلصنا، يبقى بيفور البيشنت ليف الاوبريتنج روم اللي هو الساين اوت لازم النيرس فيربالي كونفيرم مع التيم معايا ومع الجراح النيم بتاع البروسيدور لو وتعدي الفتايل والانسترومنت بتاعها كويس، تاكد ان هم خلاص كوركت والعدد بتاع الانسترومنت بتاعها والفتايل مظبوطه تمام، وانا اتاكد والجراح يتاكد معايا. ولو اخذنا عينه من البيشنت مثلا اي سبيسيمن لازم تو بي ليبلد بالنيم بتاع العيان والسايت بتاعها اتاخدت من ايه، وذر از اني اكويبمنت بروبلم موجوده ولا لا. وانا والجراح ده بالنسبه للنيرس. طب انا والجراح في الساين اوت رول بتاعنا ايه؟ ان احنا العيان هيطلع على فين، انا هطلع العيان فين، الجراح محتاج ايه بوست اوبرتيف للعيان، الاورال انتيك هيبدا امتى، محتاج انالجيزيا، انا هطلع العيان على البوست انستيك كير يونت وهيطلع على الورد ولا هيطلع على الاي سي يو على طول، هيقعد كام يوم في الاي سي يو، هي البوست اوبرتيف انالجيزيا اللي محتاجاها ايه، الكونسيرن بتاعي لا افويد الهاي ابرايت بوزيشن للعيان، كل ده لازم يبقى دوكيمنت. يبقى ده ال دبليو اتش او سيفتي تشيك ليست بحيث ان انا ما يحصلش فولتي اوبريشن لفولتي بيشنت، يعني ما دخلش عيان اعمل له عمليه مش بتاعته، ولا دخل عيان اعمل له عمليه في ناحيه وهي العمليه في الناحيه الثانيه، ده عشان ابقى بي شور ان انا الرايت اوبريشن للرايت بيشنت. هنبدا بقى الكيس بتاعنا دلوقتي. دلوقتي عندنا حاله 60 years old man admitted for cancer colon for hemicolectom insulin dependent diabetic hypertensive past history of ischemic heart disease رينال والكريات 2.5 برونكيال ازمه ازماتيك. البيشنت كان كلايم تو فلايت اوف ستيرز على اورال انتي كواجلانت. اتعامل ازاي مع الحاله دي؟ الحاله يعني ااجله ولا ادخله ولا اعمل ايه؟ يعني الحاله يعني اعمل ايه مع الحاله دي ان شاء الله؟ يعني الحاله فيها مالتيبل كوموربيديتي كتير جدا. الاول عشان ااجل احنا قلنا اي كاردياك بيشنت لازم ادور على اكتف كاردياك كونديشن الا لو ايرجنت، هنا الحاله مش ايرجنت تمام. ايه هم الاكتيف كاردياك كونديشن؟ دي كومبنسيتد هارت فيلير لحد 3 شهور اوف ميديكال اوبتمايزيشن، يعني قبل 3 شهور لو حاله كومبنسيتد هارت فيلير ما دخلوش اوبريشن قبل 3 شهور من الدي كومبنسيشن، يبقى دي كومبنسيتد واخد ميديكال اوبتمايزيشن كويس جدا، بعد 3 شهور اقدر ادخله الكتيف سيرجري انليس ايرجنت. خلاص انا ايرجنت ما فيش تايم تو اوبتمايز الريسك اللي موجود. ريسنت ام اي اقل من 1 مانث ده لا، لازم برضو يمشي على دول انتي بليتلت ويمشي على الميديكال اوبتمايزيشن اللي قلنا عليها المره اللي فاتت. سيفير سيمتوماتيك فالف ليجن سيجنيفيكانت اريزميا سيفير بالمونري هايبرتنشن اكتر من 40 لا، يبقى دول لازم بوستبون وكوركت الكونديشن دي وبعد كده يدخل الاوبريشن. قلنا لو هو العيان ده اسكيميك هارت اسكيميك هارت ديزيز، طب هل العيان ده عمل باست هيستوري اوف بيركوتينيوس كورونري انترفينشن، عمل بي سي اي قبل كده؟ طب لو عمل بي سي اي ركب استنت ولا لا؟ قلنا المره اللي فاتت لو عمل بالون انجيوبلاستي ده بيعمل بيسيب التروما بتاع الفيزل وول، ده بيخلي الفيزل وول ثرومبوجينيك، فانا لازم فولفيل الانتي بليتليت ثيرابي لمده قد ايه؟ لو عمل بالون انجيوبلاستي وما ركبش اي حاجه دايجنوستيك بس لازم مش قبل اسبوعين، وفي ناس تقول لك لحد 4 اسابيع كمان، تسيبه لحد 4 اسابيع لما ياخد الانتي بليتليت والفيزل وول ما يبقاش ثرومبوجينيك، بس اللي كل متعرف عليه لحد اسبوعين. بير ميتال ستنت ركب يبقى لا من 4 ل6 اسابيع، دراج اليوتنج ستنت لحد 12 شهر يعني لحد سنه ما يدخلش اوبريشن قبل سنه، ما يوقفش الانتي بليتليتس الدول انتي بليتليتس ثيرابي قبل سنه. لو كابج لحد 6 شهور لما يبقى
لحد 6 شهور، لما يحصل ريفاسكولاريزيشن واتاكد ان الفيزل اللي ركبها مثلا 3 فيزل ولا بتاع فيزل عملهم في الكبد بقوا كويسين والفانكشن بتاع الهارت ريجين نورمال، لحد 6 شهور اقدر ادخله الاوبريشن. لو في خلال 6 سنين او 5 سنين ما عملش ايفالويشن للكاردياك كونديشن بتاعه والفالف والكوروناري ارتري، لا لازم يعمل اسسمنت للكورونريز قبلها. تمام. طب انا دلوقتي هعمل اعمل ايه؟ اعمل معلش، هو بالنسبة للكابج يا دكتورة، اتفضل. هي 6 سنين ولا 6 شهور؟ لا 6 سنين لو ما عملش ايفالويشن للكورونري. يعني في عيان مثلا عمل خلاص كابج وبقى فيزل ريبير للفيزل بتاعه وخلاص عمل جرافت للفيزل وبقى كويس جدا وخلاص بقى له مثلا 3 4 5 سنين ما راحش للدكتور قلب، خلاص هو صلح الفيزل كونديشن وماشي على الميديكيشن بتاعه وخلاص ما عملش اسسمنت للكورونريز قبل كده تاني بعد العمليه. ده لو ده في ممكن خلال يعمل خمس بعد سنين 6 شهور. ده لا لو في خلال 5 سنين ما عملش ايفالويشن، لا لازم انا اعمل له الاول ايفالويشن. انما لو هو بعد 6 شهور والايفالويشن كويسه وخلاص السيرجيكال هيموستيزس والاوبريشن خلاص اتحسنت والريسك بتاع السيرجري خلاص بقى كويس، يعني حاله الكارديا كونديشن بقت كويسه، بعد 6 شهور اقدر ادخله الكتيف اوبريشن. تمام. انا بقى تمام. دلوقتي هعمل ايه الحاله؟ دلوقتي هنبدا بقى المانجمنت. انا اولد ايج دايابيتك هايبرتنسيف اسكيميك هارت رينال، هنعرف بعد كده في الانفستيجيشن لما يعمل انفستيجيشن ان هو بالمونري هايبرتنشن كمان معانا. طب اعمل ايه؟ لازم اعمل هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. هيستوري لايه؟ هيستوري لان العيان ده الميديكيشن اللي ماشي عليه زي ما قلنا البي سي اي، اهم حاجه ايه؟ الميديكال اوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن عندنا في الـ يا ربي في الاسكيميك هارت يا اما ميديكال اوبتمايزيشن يا اما ريفاسكولاريزيشن. ناخد الهيستوري بتاع الميديكيشن ماشي على ديوريتك ولا لا، بيتا بلوكر ولا لا، ايس انهبيتور ولا لا، نايتريت، الستاتينز، الديجيتالز لو في بادئ امبندنج هارت فيلير او حاجه. ماشي. يبقى الهيستوري الميديكيشن وايه الميديكيشن تو بي ستوبد وايه الميديكيشن تو بي كونتينيو. قلنا البيتا بلوكر والكونتينيو والستاتين والنيتروجليسرين والديجيتالز كان بي ستوب كان بي كونتينيو. ماشي. الايس انهبيتور والديوريتكس لو هم متاخدين عشان الهايبرتنشن بس مش عشان الكاردياك كونديشن كان بيكون اوقفهم وان هاف لايف بتاعه قبلها بيوم. ماشي. لو متاخدين عشان الهارت فيلير او امبندنج هارت فيلير، وهنا العيان ده متاخد عشان الامبندنج هارت فيلير لانه في كراكلينج في الشيست في اسكيميك هارت مع هايبرتنسيف ورينال ودايابيتك، كل ده رايح ناحيه الامبندنج هارت فيلير قوي، يبقى انا متاخد عشان الكاردياك كونديشن مش عشان الهايبرتنشن، يبقى تو بي كونتينيود، ما وقفش الايس انهبيتورز ولو وقف الدايوريتكس. تمام. وبدام مش هوقفهم يبقى انا لازم معايا جوه العمليات انفيزيف مونيتور. خلاص. ادور ايه في الاكزامينيشن تاني في العيان الكاردياك ده؟ ادور على اوكالت هارت فيلير. العيان ده قلنا الحالات اللي انا اروح لازم انا اللي بنفسي ادور على الاوكالت هارت فيلير، حالات الكانسر، حالات المال نيوتريشن، دول ما بيبقاش باين عليهم ساين سيمتوم اوف هارت فيلير، ممكن العيان اميونو كومبرومايز. ادور على الديزنيا، الاورثوبنيا، اللور لمب اديما، كونجستد نيك فين، اسمع الشيست، اسمع الريلز في الشيست كراكلينج، اسمع الاس 3 جالوب بتاع الهارت فيلير او ليفت فنتريكولار هارت فيلير، كل ده لازم اكزامينيشن. تمام. اعمل اكزامينيشن للاذر اورجن زي ما قلنا اللي هي الرينال والحاجات دي. اعمل انفستيجيشن لايه؟ هنمشي الستيب وايز ابروتش واحده واحده، كاردياك فور نون كاردياك سيرجري. ايه الانفستيجيشن اللي اطلبها؟ العيان قلنا اول ستيب في الستيب وايز ابروتش المره اللي فاتت ايرجنت ولا لا؟ لا مش ايرجنت. ماشي. اكتف كاردياك كونديشن ولا لا؟ ما لقيناش في اكتف كاردياك كونديشن، هبص على الريسك بتاع السيرجري، هنا هيعمل ايه؟ هيعمل كانسر كولون وبرولونجد سيرجري، يبقى هنا هاي ريسك بالنسبه للعيان ده، هاي ريسك سيرجري. ماشي. عرفنا ان هاي ريسك سيرجري، هنكمل الستيب اللي بعدها، هبص على البيشنت نفسه الميتابوليك ايكويفالنت بتاع العيان ايه؟ كان كلايمب اكتر من 2 ستيرز او 2 ستيرز، يبقى ده ميتابوليك ايكويفالنت او الفانكشنال كاباسيتي اكتر من 2 اكتر من 4، يبقى ده كده هقف عند الخطوه دي. ليه؟ العيان الفانكشنال كاباسيتي بتاعه كويس، يبقى انا كده هطلب ايه للعيان ده؟
بعد ما هطلق الاول، قبل ما اقف عند الخطوه دي، هبص على الكاردياك ريسك بريدكتور اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم 4 أو 5 كاردياك ريسك بريدكتور، اللي هم ايه؟ العيان فيه باست هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز، باست هيستوري اوف هارت فيلير، دايابيتك على انسولين، رينال والكريات اعلى من 2، سيريبرو فاسكولار ستروك اللي هي اكسيدنت اللي هي ستروك او ترانزيانت اسكيميك اتاك، هيعمل هاي ريسك سيرجري ولا لا؟ هنا العيان عندي عنده اكتر من 4 بريدكتور، دايابيتك على انسولين، رينال، هيعمل برولونجد سيرجري، هاي ريسك سيرجري، وال اللهم صل على النبي، واسكيميك هارت ديزيز، باست هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز، يبقى عنده اكتر من كاردياك ريسك فاكتور. يبقى انا هعمل ايه؟ هحتاج ايه للعيان ده؟ قلنا هنحتاج بايو ماركر، تمام؟ هحتاج ليه البايو ماركر؟ عشان اسس البروجنوزس بتاع العيان ده. لو اكتر من 392 اللي هو برين برو برين ناتريوريتك بيبتايد وان تيرمينال برو برين ناتريوريتك بيبتايد، لو اكتر من 300 واكتر من 92، لا يبقى العيان ده هحطه في الاي سي يو ادمشن، واعمل ديلي اي سي جي وديلي تروبونين لمده 3 ايام، عشان ده فيري هاي ريسك ان يحصل ام اي بوست اوبرتيف، واحطه على اكسجينيشن لمده 3 ايام. خلاص يبقى انا هطلب الاول اي سي جي، خلاص العيان هيعمل هاي ريسك سيرج، هاي ريسك بيشنت فور هاي ريسك سيرجري، انا هعمل اي سي جي، هطلب ايكو عشان اسس الليفت فنتريكولار فانكشن وادور على اي ليجن موجود، واسس البالمونري هايبرتنشن اللي موجود، هنقول بعد كده ان هنلاقي فيها بالمونري هايبرتنشن. هل اطلب للعيان ده ستريس اي سي جي او ستريس ايكو او ريفاسكولاريزيشن او انجيو او بي سي اي او حاجات من دي؟ لا. ليه؟ العيان الميتابوليك ايكويفالنت كويس. لو العيان الميتابوليك ايكويفالنت كانت قليله او اقل من ما كانت كلايم بفور ستيرز، يبقى انا لا لازم اطلب العيان ده ستريس اي سي جي وستريس ايكو، وعلى حسب الستريس اي سي جي وستريس ايكو اسس الاوبريشن ولا لا. خلاص يبقى انا هنا العيان هطلب اي سي جي ايكو والبايو ماركر. خلاص انا الاول معلش وشست اكس راي عشان اشوف البات وينج بتاع البالمونري كونجيشن والكيرلس بي لاين بتاع البالمونري كونجيشن والهارت فيلير، تمام. معلش حته برضو في الهيستوري، العيان مثلا لو جاي فراكشر، حته العيانين اللي بيبقوا جايين اولد ايج وفراكشر في الفراكشر نيك فيمر، ويقول لك ده وقع رجليك كسرت واولد ايج، ده اخلي بالي قوي قوي ايه السبب بتاع التروما. هل الوقعه هي اللي عملت فراكشر، ولا الوقعه دي كانت بسبب ان هو جاله ترانزيانت اسكيميك اتاك، او مثلا العيان دخل في سينكوب عشان كده وقع اتكسر، يعني التروما دي كانت هي الفيرست كوز ان هو اتكعب وقع، ولا كان العيان ده مثلا واتكسر، ولا العيان جاله سينكوب عشان او انتراكرينيال هيمرج عشان كده ده كان هو سبب الوقعه والكسر. لازم ادور على الكوز بتاع الوقعه، خلي بالي قوي، لان عشان ممكن يكون خبر الهيمرج ممكن يكون حاجه. ايوه دكتوره ريم معاك. يعني انا دلوقتي البيشنت ده داخلي مثلا دلوقتي الاوبريشن، ده هيفرق معايا انا في ايه؟ يعني ايوه هيفرق معايا. بصي انت لو عيان عشان ريسك ستراتيفيكيشن، لا مش ريسك ستراتيفيكيشن، انت لو العيان ده كان عنده سيريبرال هيمرج، العيان ده ماشي على انتيكواجلانت صح؟ لو دخل في سيريبرال هيمرج وانت مش واخده بالك، والسيريبرال هيمرج ده هو اللي عمل ترانزينت اسكيميك اتاك او عمل له سينكوب واغمى عليه، يبقى العيان انت بتنيميه وما انتش عارفه ان في سي ان اس اساسا، يعني هو العيان اصلا سي ان اس. تمام. انا بتكلم في حالات التروما مثلا اللي هي اللور لمب فراكشر والحاجات دي، ابقى خلي بالي من العيان الاولد ايج لما يجي مثلا لور لمب فراكشر، هل هو اتكعبل فعلا والكعبله دي هي سبب التروما اللي عنده، الكسر اللي عنده، ولا هو جاله سينكوب من ترانزيانت اسكيميك اتاك او سيريبرال هيمرج مثلا؟ اسس النيورولوجيكال فانكشن، ده في الاكزامينشن، ابص على البيوبل ايكوال ولا لا، البابينسكي ساين في اللور ليمب بسرعه كده، وانا باسس العيان ماشي. لو لقيت ان ايكوال بيوبل او البابينسكي ساين اب نورمال، لا يبقى العين ده في حاجه سي ان اس، عامل عرض مخ وعصب، اشوف في هيمرج في البرين ولا لا. ماشي. قلنا ربنا يخليك يا رب. يبقى واعمل كاردياك، اعمل في البيشنت، بقى نرجع للبيشنت بتاعنا، اعمل كاردياك كونسلتيشن فور بري اوبرتيف كاردياك اوبتمايزيشن وميديكال اوبتمايزيشن. ماشي. طب انا عملت هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن وكل الحاجات دي، لقيت الداتا دي في العيان، العيان سبونتينوس بريزنج على الروم اير، الساتوريشن كانت 94، بايلاترال انسبيراتوري واكسبيراتوري ويز، هو ازماتيك وسفاين كريبيتيشن،
البلاد بريشر 150 90 على ايس انهبيتور على كونكور على اسبوسيد على ماريفان وارفارين، تمام. انا واللاب طلعت عندي الهيموجلوبين 10 unlimited minute، ماشي تمام. لقيت عندي الهيموجلوبين طلع 10، الهيماتوكريت 50، البليتلت كاونت 330 ألف، دي كويسة. البي تي تي 35، اي ان ار 1 و3، الصوديوم 132، البوتاسيوم 4 و1، اليوريا 120، الكريات 2.5، البلاد جلوكوز 150 على سلايدنج سكيل. جيت اعمل اي سي جي للعيان وابص في الاي سي جي بتاع العيان، لقيت الباترن ده موجود اللي قدامي ده، هو اللي هو ايه اس 1 كيو 3 تي 3. يعني ايه وده كاركترستيك لايه؟ الباترن ده مميز جدا جدا للبلمونري امبوليزم. يعني اس 1 كيو 3 تي 3 يعني لارج اس في ليد 1، كيو ويف في ليد 3، انفرتد تي في ليد 3. اس 1 كيو 3 تي 3 ده كاركترستيك لان العيان ده عنده بلمونري امبوليزم. تخيلوا بقى الحاله اتنيلت بنيله اكتر. عملنا ايكو لقينا الايجكشن فراكشن كويس 55، بس في مايل دايستوليك ديسفانكشن. والبلمونري هايبرتنشن لقيناه 25 ملي متر مركر. البلمونري ارتر بريشر النورمال بلمونري ارتر بريشر من 18 ل 20، لو بقى 25 اتريست ده مايلد بلمونري هايبرتنشن، لو ازيد من 35 يبقى ده مودريت بلمونري هايبرتنشن، ازيد من 40 يبقى ده سيفير بلمونري هايبرتنشن. تمام كده، يبقى العيان كده لقينا فيه هايبرتنشن، لقينا فيه ويز في الشيست، لقينا ماشي على ميديكيشن. ازاي اعمل اوبتمايزيشن بقى للحاله دي؟ تمام، راح معلش. يبقى انا هنا العيان بتاعي هاي ريسك بيشنت، عنده اكتر من 5 كاردييك بريدكتورز فور هاي ريسك سيرجري. ازاي اعمل ريسك اسيسمنت للحاله؟ لازم قبل ما انيم الحاله لازم ابقى عارفه ايه الريسك اللي العيان ده ممكن يتعرض له، عشان اعمل حاجات معينه تقلل الريسك ده عشان ما يتعرضلوش. يعني العيان ده اولد ايج فوق ال 60 سنه، عنده 5 كاردياك ريسك بريدكتور، يبقى عنده كاردياك ريسك ان يحصل كاردياك كومبليكيشن مور ذان 15% ديس او كاردياك كومبليكيشن وذين 30 دايز بوست اوبرت، يبقى ده اول ريسك ممكن يتعرض له. العيان ده ممكن يتعرض لريسك ايه تاني؟ لازم ادور على ريسك كويس جدا، اعمل ريسك اسسمنت للحاله. الحاله دي ممكن اتريسك في دي في تي او ثرومبو امبوليك مانيفستيشن، العيان اصلا عنده بلمونري امبوليز واولد ايج وستيزس والبرولونجد ابوريشن اكتر من ساعتين مثلا او ساعه ونص، اكتر من 60 دقيقه او 90 دقيقه، يبقى ممكن ريسك في ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. ممكن يتعرض لريسك ايه تاني؟ اي ار دي اس، ريسك اوف سيبسز. هنقول كل واحد ليه السبب بتاعه وازاي تو مينيمايز. هيتعرض لريسك اوف سيبسز اكيوت كيدني انجري، ليه؟ اوريدي العيان فيه كرونيك رينال امبيرمنت، فانا لو لعبت له شويه في الفلويد انتيك وعملت شويه فلويد اوفرلود هيدخل مني في اكيوت كيدني انجري. لو اديته ميديكيشن بتافكت الكيدني او بتافكت الكيدني كليرنس خلاص هو دخل مني في اكيوت كيدني انجري. ليه العيان ده بالذات دايابيتك هايبرتنسيف اسكيميك هارت اولد ايج، ده انترفير مع الرينال اوتو ريجيليشن، مش هيقدر يمانج اي شويه فلويد اوفرلود زياده فيدخل في اكيوت كيدني انجري. ممكن ات ريسك اوف بوست اوبريتيف كوجنيتيف ديسفانكشن، ده لو ما كانش اصلا داخل لي اولد ايج وعنده الزهايمر او حاجه، في عنده اصلا كوجنيتيف ديسفانكشن موجوده. العيانين لما عيان الاولد ايج بالذات اللي فوق ال 70 وفوق ال 80 مثلا، اما يجي يدخل لي اوبريشن ويتحجز في المستشفى، ان انا اقطع الديلي هابت بتاعه، يعني اقطع العيان مثلا كان متعود الصبح كل يوم الصبح يقوم يروح الحمام يتوضى ويصلي بعدها يفطر يلبس نظارته يقعد يقرا شويه، لما اقطع السيركل دي واعرضه الانفايرومنت تانيه خالص هو مش واخد عليها، ممكن يدخل في كوجنيتيف ديسفانكشن. تمام كده، هشوف بقى كل ريسك من دول ايه سبب ان العيان يدخل له وازاي اقلل الريسك ده. مش المهم انيم العيان ازاي، تمام، مش مهم خالص، دو وات ايفر يو ار فاميليار ويز، بس بروفايد ان انت ما تلعبش في الهيمو دايناميك، تبقى عارف الفسيولوجي بتاع الحاله ايه وما حاولش اغيره. تمام، وهنقول دلوقتي بالتفصيل ازاي انيم الحاله واحده واحده وايه اللي اديه وايه اللي ما اديهوش، بس اهم حاجه اعرف الريسك ايه العيان هيتعرض له وهاو تو مينيمايز الريسك ده، اقلل ان العيان ده يدخل في دي في تي او بتاع. طب اول حاجه الثرومبو امبوليك مانيفستيشن، قلنا العيان فوق ال 60
هيعمل ريسك سيرجري اكتر من 60 منت، والميديكال والسيرجيكال ريسك فاكتور اللي موجودين عنده. طب اعمل اوبتمايزيشن للريسك، اقلل ازاي الريسك في دي في تي اللي ممكن يحصل له، او الثرومبو امبوليك مانيفستيشن اللي ممكن تحصل له. قلنا هو ماشي على ماريفان، هنوقف الماريفان زي ما قلنا 4 لـ5 ايام بري اوبرت، تمام، واعمل ديلي بروس رومن تايم واكتيفيتي واي ان ار لحد ما الاي ان ار يبقى اقل من 2، ساعتها هبدا